السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. في هذا الفيديو القصير حاب أوصل معلومة وبعض التنبيهات خاصة للشاب ومحب عيار 223 أو 5.56 نيتو. طبعا المعلومة يا شباب، جميع الأسلحة المتوفرة في معرض الصيد والسبور بالأخص البنادق بالعيار 2 2 3 أو 5 5 6 هي فقط مخصصة للعيار المدني، يعني جميع الأسلحة أو البنادق راح تكون بعيار 223، ليست مخصصة للعيار العسكري 5.56 نيتو. لذا جميع البنادق في المنصة هي بعيار 223. كما ذكرت لكم السبب، للعيار 2 2 3 مدني، والعيار 5 5 6 عيار عسكري معروف. طبعا لا يمكن استخدام عيار 5 5 6 على بندقية ذات عيار 223 لاختلاف الضغط بين العيارين، يوجد فيها مخاطر عالية. يمكن استخدام عيار 223 على بندقية ذات عيار 5 5 6. فلذلك جرى التنبيه يا شباب، جميع البنادق اللي في معرض الصقور هي عيار مدني، يعني 223 وليس 5 5 6. تقبلوا تحياتي.